مرة تانية مشاهدينا الكرام. طبعا أولياء الأمور والطلبة والطالبات، بما أنه نتيجة الثانوية العامة كما تم الإشارة يعني أنها في الغالب هتبقى يوم السبت القادم، في حالة قلق وتوتر مع الانتظار. ده جزء عايزين نتكلم عليه، إزاي نسيطر على القلق والتوتر ده. الجزء التاني ما بعد النتيجة، لا قدر الله جت النتيجة مش اللي كنت منتظرها أو منتظراها، أو حضرتك كأب، حضرتك كأب وحضرتك كأم منتظرينها لأبنائكم، تتصرفوا إزاي في لحظة زي دي من وجهة نظر الطلبة والطالبات؟ إنهم ما يتضايقوش، طبيعي ممكن يتضايقوا شوية، ياخدوا على خاطرهم شوية، بس ما نوصلش لمرحلة بقى الاكتئاب لا قدر الله أو ما يتبع ذلك من تصرفات غير عقلانية. والأب والأم يتصرفوا إزاي في حالة زي دي؟ رد الفعل العنيف ممكن يعمل إيه؟ طب يمتصوا إزاي حالة الغضب أو الضيق اللي ممكن تكون موجودة عند الأبناء في لحظة زي دي؟ كل هذه الأمور نضعها أمام المتخصصين. دكتورة رشا منورانا الحقيقة النهاردة في الاستوديو، دكتورة رشا الجندي استشاري الصحة النفسية، مرحب بيكي معانا دكتورة منورانا. مساء الورد والفل والياسمين على حضرتك وعلى كل اللي بيشوفونا ويسمعونا يا أستاذ رامي. حلوة الطاقة الإيجابية قوي اللي في الأول دي، عظمة على عظمة، مساء الجمال على حضرتك. بداية، هل الفترة اللي احنا فيها دي كلموكي أولياء أمور أو طلبة أو طالبات بيشتكوا من القلق والتوتر ونعمل إيه ونتصرف إزاي في وإحنا منتظرين النتيجة؟ ده كتير جدا، خصوصا بقى على السوشيال ميديا، عشان كده بقول لهم بلاش تفتحوا السوشيال ميديا كتير وتركزوا مع الحاجات اللي جواها. يعني لو حضرتك نزلت كده إن إحنا هنتكلم في الموضوع ده النهاردة هتلاقي ردود أفعال لو أي طالب شافها هيتوتر زيادة، فده مش عاوزينه. يعني أنا غلطت لما نزلت بوست تسأله؟ لا، خليته متوتر. الثانوية العامة لو شافها وهو أساسا عنده استعداد للتوتر أو متوتر، أو الأهل في البيت عاملين جو طوارئ، هيزيد عنده التوتر والخوف أكتر. فعشان كده بقول لهم ما تقعدوش ابنكم أو بنتكم في البيت قاعد مستني النتيجة، سيبوه يمارس حياته الطبيعية. لو ينفع يسافر مع أصحابه خليه يسافر، لو ينفع يخرج ويعمل أنشطة خليه يخرج ويعمل أنشطة، مش قاعد مستني حاجة واحدة بس وهي دي بقى وخلاص وما فيش غيرها، ده يزيد التوتر زيادة. ده بس خلي لازم بالك كمان، يعني عذرا المقاطعة، بس يعني هتلاقي في بعض البيوت اللي لا هنتحرك ولا هنسافر ولا هنروح ولا هنيجي بس لحد ما نطمن وتطلع النتيجة. ما هو ده غلط. ما هو ده مش صح، احنا مش عايزينه من كهرب الدنيا اكتر كده. بالظبط، ده بيعمل حاله طوارئ. كفايه حاله الطوارئ اللي معموله طول السنه. فما يجيش بقى انا ازيدها، انا عايزه اخففها. فلازم، لان اصل يا استاذ رامي في الاول وفي الاخر ربنا ما بيتعاندش. حته السعي باستغناء اللي كنت بكلم حضرتك عنها قبل الفاصل، طالما الواحد عمل اللي عليه خلاص اللي نصيبه فيه بقى هيجيله. الكلام ده لو حد ما ذاكرش، ما اهتمش، اهمل، سب مذاكرته، ده ليه حق يخاف عشان يتعلم. لكن اللي ذاكر واجتهد وعمل اللي عليه خلاص، ده دي حاجه بيخاف هتحصل أكتر. هتحصل. معلش يا دكتوره، اللي ذاكر واجتهد وتعب بيخاف اكتر، بس لانه مش عايز صحي. برضو مش عايز يحس انه ده انا عملت مجهود كبير جدا، فعنده حاله توتر لانه قلقان ان المجهود ده ما يديلوش النتيجه اللي هو منتظرها او اللي هي منتظرها. هو مين قال له ان النتيجه اللي هو اللي هو عايزه هو ده اللي فيه الخير ليه؟ احنا دايما نقول، يعني بعيدا عن انه لازم ياكل كويس وينام كويس الفتره دي علشان قله النوم او قله الاكل هتزيد من التوتر وهتاثر على تفكيره في الاتجاه السلبي، بس دايما نقول لازم تحط قبل كده ما تطلع النتيجه اقل حاجه 3 اختيارات. لو انت يعني شاطر جدا حط اختيارك في الكليات اللي بتاخد مجموع عالي، وحط كمان اختيار احتياطي للكليات اللي بتاخد مجموع متوسط،
وحط اختيار احتياطي للكليات اللي بتاخد مجموع قليل قوي. هتقول لي ازاي ما هو شاطر جدا ده حلل كله صح؟ حط توقع ولو 1% اللي ممكن ابسط حاجه ما هوش مرات بيحصل غلط وبيعملوا التماسات وحاجات ويصحح الغلط لحد ما مرات ممكن يجي لك مجموع في مشكله او مش الحاجه اللي انت بتتمناها عشان تحمي نفسك من اضطرابات ما بعد الصدمه لحد ما تصحح ده. طيب التوقع يحميني، البدايل تحميني من الصدمات. طيب معلش نيجي عند مرحله التوقع، لان التوقع ده انا حاطه سؤال لوحده لازم اساله، لانه هنا في مدرستين. في مدرسه انه ما تتوقعش، يعني ما تعليش سقف توقعاتك قوي عشان لو لا قدر الله جت اقل ما تحبطش، وفي مدرسه ثانيه انه لا، فكر بايجابيه، علي طموحك وعلي توقعاتك وهو ده اللي هيخليك تجيب النتيجه اللي انت عايزها. افكر بايجابيه واحط طموح عالي جدا في السعي، ان انا اعمل اقصى ما عندي، لكن يبقى عندي استعداد ان اللي هيدهوه اللي هيجيني في الاخر هتاقلم مع اي وضع وهنجح فيه برضه. اصل مين قال ان الكليات اللي بتاخد مجموع عالي هي دي اللي بتطلع ناس مؤثرين في العالم؟ يعني مبقاش كده، مفيش كده. انت ممكن تلاقي حد طالع من كليه بتاخد مجموع قليل جدا وبقى يعني حد مؤثر في الوطن العربي كله او في العالم كمان، وناس كتيره طالعه من كليات بيقولوا عليها كليات قمه وممكن يكونوا فشلا وسابوها او ما كملوش فيها او ضروا نفسهم لما دخلوها. حلو. فهو الواحد يحط سقف. من حقك تحلم زي ما انت عايز، وسعى لتحقيق الحلم ده، بس حتى يعني لازم يكون عندي ثقه في عداله ربنا، يعني ان ربنا اللي هيجيبه لي هو في الخير ليا اكيد طالما عملت اللي عليا. عشان كده دايما بنقول لهم يا جماعه في علم النفس، عشان ما تحصل لكمش صدمات، ما تتعلقوش بحاجة واحدة. التعلق مرفوض، عارف كده حضرتك زي التعلق في الحب بيسبب كوارث. تعلق مش الحب الحقيقي. احنا ما بنرفض التعلق ده في علم النفس بأي حاجة، بالأماكن، بالوظائف، بالأشخاص، بالطموح. حتى الطموح نقول له انت حاطط هدف، حط ليه بدايل. طب علشان ده لو ما حصلش يجي ده بالظبط الباك اب بلان زي ما بيقولوا بالانجليزي، يعني الخطة البديلة. طب جالك ناس متوترين قلقانين، أيوة. بتعملي معاهم ايه؟ يعني النهارده اللي قاعد بيتفرج علينا وهو قلقان ومتوتر وقال سمع الكلام ده كله، قال طب هخرج هسافر. أيوة. هنزل العب كوره، هخرج مع اصحابي، هروح السينما، بس لسه متوتر، دماغي مشغوله. بشوف الاول الاب والام، البيت حواليه، بلاقيهم 99% منهم هم سبب التوتر، الاب او الام او اللي موجودين في البيت هم اللي عاملين القلق ده. فبتكلم معاهم، لو هم يعني مثلا ناس قريبين مني بتكلم معاهم وبفهمهم ان ده هيزيد مشكله عند ابنهم او بنتهم. بقول للشخص نفسه لازم النقط اللي قلتها لحضرتك، تاكل كويس وتنام كويس، لان حرمان نفسك من الاكل والنوم هيخليك تفكر سلبي. وهقول له روح عيش حياتك عادي. انا فاكره ان يوم النتيجه بتاع الثانويه العامه ولا اي امتحان كنت بخرج كل امتحان لازم اخرج بالليل عادي واتمشى على النيل واشم الهواء. بس دماغك ما بتكونش مشغوله بالنتيجه وقتها؟ ما انا عامله اللي عليا. ما هو طالما حضرتك عامل اللي عليك خلاص، لو بقى عامل اللي عليك وبتفرض حاجه، يعني دايما اقول ايه، ربنا ما بيتعاندش. ما نفرضش حاجه، انت عامل اللي عليك. لو مقصر في حاجه مش مشكله، تقدر تصلحها مره تانية. على فكره عادي في ناس بتعيد، يعني انا مش بدعو لده يعني، بس في ناس بتعيد، يعني هيبقى افضل بكتير اللي احنا بنقوله ده من لما يكتئبوا ونلاقي بقى ناس تقول لك انتحار وناس تحصل لها مشاكل. يبقى لازم ناخد نشوف الامور، بنسميه علم النفس المعرفي. بدل ما انا شايف الكوبايه دي من الزاويه دي، كل اللي انا محتاجه بس ان انا الف واشوفها من زاويه ثانيه. حلو. مش اكتر. ده يتعمل ازاي؟ لان ده محتاج تمارين اكيد. اللي هو في نوعيه من الناس ما شاء الله الله اكبر ربنا بيديهم قدره التفكير الايجابي، اللي هو لما بيقابل صدمه في حياته بيبص على الحته المنوره فيها او يتجنبها ويكمل. ازاي حد يقدر يعمل ده؟ ان هو اولا بيصاحب صحبته ناس كده. الصحبه مهمه قوي في موضوع التاثير. يقول لك الطاقة السلبية بتاعتي والطاقة الإيجابية بتاعتي. صح، ده حقيقي. إن هو ما بيستغناش عن الرياضة، عاملها زي الأكل والشرب في حياته. الرياضة. ليه بقى؟ طبعًا، لأن حضرتك طول اليوم قاعد بتاخد طاقات سلبية، بتفتح السوشيال ميديا بتشوف ناس محبطة، بتقعد مع أصحابك ناس بتشتكي لك، بتحصل لك تخبطات في الحياة، فده بتكتمه جواك. لو فضلت كاتمه ومش بتخرجه هيجي عليك وقت وهتحصل لك مشكله كبيره نفسيه. لكن لو انت اول باول بتروح تلعب رياضه
كم 3-4 ايام في الاسبوع، فانت بتفرغ اول باول، بتطلع الطاقه السلبيه دي بالظبط، فما بيحصلكش. اسال اي حد بيلعب رياضه هيقول لك الكلام ده، يقول لك بنبقى متضايقين جدا ومخنوقين جدا، مجرد ما رحنا ساعه بس كده رياضه نحس الدنيا بقت احسن. المود. وحضرتك اكيد جربت ده. مرحله قبل النوم دايما اقولها يعني في علم النفس مرحله مهمه جدا، يعني مثلا لو بكره نفترض السبت النتيجه، الناس هتنام النهارده مثلا وهتنام بكره، قبل النوم بالذات كارثه لو البني ادم فكر في حاجه سلبيه. ده احنا بنقول له تعالى انت نفسك تدخل ايه؟ عايز ادخل مثلا طب، وين قبل ما تنام تخيل ان النتيجه طلعت وان انت دخلت الطب، وعيش حلمك، اوعى تفكر في اي حاجه سلبيه قبل النوم. لان النوم بيثبت المعلومه. حتى كنا دايما نقعد نقول لهم ايه وقت الامتحانات، راجعوا مراجعه قبل النوم، تحس بالذات دي تصحى تلاقي نفسك فاكر كل حاجه مختلفه عن على مدار اليوم. والناس اللي بتزعل لو نامت ممكن تصحى تلاقي كدمات في جسمها، ممكن الناس لو زعلت زعل شديد جدا تصحى الصبح عفوا تلاقي، يعني ربنا يحفظ الناس كلها، تلاقي نفسها عندها شلل، عندها جلطه. للدرجه دي؟ موضوع النوم مهم جدا. قبل النوم اخطر مرحله في علم النفس، والحاله اللي بتنام عليها هي اللي بتفضل شغاله معاك تاني يوم. عشان كده الناس اللي بتقعد تفكر في هموم ومشاكل وتسمع تكلم زمايلها، يعني مثلا طالب مستني الامتحان نتيجه الثانويه العامه، فما بيكلمش غير زمايله اللي عندهم طاقات سلبيه، قاعدين بقى على التليفون او بيقابلوا بعض بقى متوترين مع بعض وينام. طب هو هيصحى تاني يوم عامل ازاي؟ هيصحى في حاله سيئه طبعا، بالعكس هيزيد عنده التوتر والقلق، مش هيقل يعني زي ما هو فاكر ولا حاجه، ان هو مش بيشارك توتره مع ناس عندها طاقه ايجابيه وعندها طموح معتدل وعندها اهداف معتدله. طب يعني مش لما يفضفض كده مع اصحابه برضه يبقى بيطلع طاقه سلبيه؟ حلو يفضفض مع اصحابه، بس يفضفض مع اصحاب معتدلين عشان ما يزيدوش عنده الطاقه السلبيه. يعني دايما نقول ايه، اللي عنده القوه وهو عنده طاقه ايجابيه ما تتخلاش عن الناس اللي عندها طاقات سلبيه، خد بايديها. لو انت مش هتاثر بيهم، لو عندك القدره انك انت اللي تاثر عليهم. فحتى مثلا في الجامعه لما الاقي في المحاضره طلبه ايجابيين وناس تانية كده، احطهم في جروب واحد وهم بيعملوا شغل مع بعض عشان اخلي الايجابي ياثر على السلبي. لكن لو لقيت الايجابي هيتاثر بالسلبي، لا بشيلهم على طول، بحس هم مش عندهم المقدره دي يعني. طيب من التعليقات اللي موجوده رانيا طلعت بتقول الانتظار مميت. هكذا يرى البعض المرحله دي، انه هيموتوا من كتر الانتظار بعد الشر يعني عليهم. وده مستوى من مستويات القلق والتوتر الشديد جدا، مضغوطين ومنتظرين انه يا رب بكره يبقى السبت، مش قادرين يستنوا 48 ساعه. لو لهوا نفسهم في حاجات تانية مش هيكون الاحساس ده بالقوه دي. وحاجات يكونوا بيحبوها، يعني اللي عنده المقدره ان هو يسافر، اللي عنده المقدره ان هو يروح يعمل حاجه هو بيحبها، مش حاجه بالنسبه له عاديه مش بيستمتع بيها، هيفرق معاه الشعور قوي. لكن لو واحد سايب كل حاجه وقاعد، حضرتك جربها في اي حاجه في الدنيا مش بس نتيجه ثانويه عامه، قاعد منتظر حاجه ما بتعملش حاجه تانية، هتفضل تعد بالدقيقه. الوقت هيبقى طويل قوي عليك. صح. لكن لو العكس، لو الواحد لها نفسه في حاجات تانية بيلاقي الوقت عدى ومحسش بيه يعني. اوكي، سلوى صلاح بتقول احنا عايزين النتيجة، احنا لسه هنعالج القلق، احنا اعصابنا باظت. اهو يعني علشان ماشي، ما هي بقى تاخد بالنصايح اللي بنقولها دي تحاول تعملها. اقول لحضرتك حاجة يا استاذ رامي، علم النفس دايما بنقول عليه هو السهل الممتنع. لما بنقعد نقول لحد اي نصايح من الحاجات اللي احنا بنقولها دي بيستهيفها، لان هو بيتخيل ان مشاعره اللي فيها خوف كبير علاجها حاجات صعبه قوي. لكن لما بيجرب والحاجات البسيطه اللي احنا بنقولها دي، وهو فعلا يعني عايز فعلا يتخلص من اللي عنده، لا بتفرق معاه قوي، وبيرجع يقول ايه ده انا ما كنتش متخيل الحاجات البسيطه دي هتفرق معايا. والله دكتور رشا انت حطيتي ايدك على منطقه مهمه، لان ممكن اللي بيسمعونا دلوقتي يقول لك يعني ابني لو لعب شويه رياضه ولا نام في مواعيد مظبوطه ولا اكل اكل مظبوط كده نفسيته هتبقى احسن. مش مهم معاه ينام فيه، المهم يقوم شبعان نوم. يعني ما نجبرش عليه. يعني مثلا احنا الدنيا في صيف والشباب مثلا بتسهر بيسافروا بيخرجوا، مش لازم اجبر عليه تعالى نام من الساعه كذا. لا، المهم ان هو يقوم شبعان نوم، يعني ممكن ينام عدد ساعات مثلا قليله ويقوم شبعان نوم عن واحد نام عدد ساعات كتيره
وحاسس ان هو قايم حاسس ان هو ما نامش ولا خد كفايته من النوم. فلا طبعا الحاجات دي طبعا هتفرق. جربوا الاهالي يعني، انا عايزاهم يجربوا ان حد يبقى جعان او حد يبقى عطشان او حد يبقى مش نايم كويس ويفكر كده يشوف. لا مزاجه بيبقى مش رايق، مش هيعرف ياخد قرار صح، مش هيعرف عمره يفكر في ايجابيه، مش هيعرف يبقى عنده عطاء. يعني جربوا مع اي حد في الدنيا في اي مرحله عمريه مش بس الشباب، هتلاقي لا الوضع مش زي ما هم متخيلين انه حاجة بسيطة، لا دي حاجة كبيرة وبتأثر يعني. طيب نقفز على يوم السبت ان شاء الله، ورب النتيجة يعني تسر كل اللي منتظرين. انما لا قدر الله جت النتيجة مش مرضتش طموح الطالب او الطالبة او الاب والام، في الحالة دي نتصرف ازاي؟ لو انا بقى حاطط بدايل مش هحط نفسي في ازمة، احنا عندنا فرصة النهاردة وبكرة. اللي ملحقش يحط بدايل الايام اللي فاتت يحطها، حتى لو هو متفوق جدا وواثق 100% من ان هو يجيب مجموع كبير، ما تضمنش الظروف. حطها، حط بدايل، كذا بديل، اقل حاجه 3 كليات. ما تصممش على كليه واحده وتقول هي دي ولو ما جاتش انا مش عايز حاجه. فلو حطينا بدايل هنريح نفسنا جدا، لان هيبقى عندنا التوقع فهنحمي نفسنا من الصدمات. ده موضوع مهم قوي. البدايل كمان مش بس في ان انت تاخد كليه مختلفه، ان في اهالي برضو بيحرموا مثلا لو بنت هي مثلا عايزه كليه طب، بس كليه الطب مثلا او كليه الهندسه او كليه فنون جميله او ايا كان مش جايبه مجموع اللي في الكليه اللي في المحافظه بتاعتها، ما بيرضوش يطلعوها تدرس في محافظه تانية فبيحرموها من حلمها. ده غلط جدا يعني. لو جت برضو خوف الاب والام ان هقول لحضرتك بنتهم هتروح تقعد فين هناك او هتقعد لوحدها بص، ما هو لا اما قله ثقه لا اما خوف. لو قله ثقه يبقى الاب والام السنين اللي فاتت دي كانوا بيهزروا، ما هو اكيد ما كانوش بقى حطوا الاساس صح عشان يبقى عندهم قله ثقه في بنتهم. طب انا عندي الثقه بس خايف، يبقى دي فرصه ان انا اعمل ايه؟ فرصه ان انا اعالج الخوف ده، لان ما تدينيش سمكه بس علمني اصطاد. ما هو انت مش هتفضل، بالعكس لما البنت او الولد بيروحوا بيتغربوا عشان حلم، عشان حاجه تستاهل مستقبل، لا ده بيبني شخصيتهم وبيعلمهم مهارات وحاجات كتيره حلوه جدا. حرام عليكم ما تحرمهمش منه، لان انا بشوف بنات كتيره جدا بيجوا عندنا اولاد كان نفسهم في حاجه وكان مجموعهم جايبها بس ما رضيوش يودوه، ما رضيوش يودوهم فاضطروا يجوا عندنا مثلا كليه هم ما كانوش حابينها، فده بيبقى محبط اكتر بكتير جدا من اي حاجه. فمفيش مشكله انت تقدر تروح مع بنتك او ابنك وترتب له اموره وترتب له سكنه. وكمان في حاجه، لو هو راح محافظه تانية وجاب مجموع كويس تقدير بيقدر يحول في السنه التانية. ففي كليات كتيره، في فرص كتيره، فما تحرمهمش. يعني دي اكتر حاجه عايز تاخدوا بالهم منها. النقطه الثالثه، موضوع برضو في الاختيارات يا استاذ رامي، سوق العمل. يعني احنا حتى الدولة وكله متجه تجاه العالمي دلوقتي الحاجات اللي فيها ذكاء صناعي. يعني لازم انا برضو، هو مش دي بس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بالظبط. انا يعني لو عندك ولد او بنت عندهم ميول ولو 10% للاتجاه ده، شجعه وديك كليات دي حتى لو جايب مجموع اكبر، يدخله كليات تانية. يعني فكرة طب وهندسه يعني كليشيه مات خلاص يعني. يعني شويه كل مواكبت سوق العمل بقى افضل، لان عندهم فرص افضل للشغل. بالزبط. طيب بس النهارده برضو يعني مثلا الاب والام عليهم دور كبير، لانه ساعات في بعض الاحيان النتيجه جت يعني لم ترضي طموح الطالب او الطالبه فتضايقوا شويه. بس ضغط الاب والام هنا او رد الفعل العنيف خلينا نحط السيناريوهين وده تأثيره إيه على الصحة النفسية للأبناء. النتيجة جت مش ولا بد، فالأب والأم عنفوا الأبناء جدا أو قالوا لهم تمام خلاص مش مشكلة عادي يعني عدوا الدنيا، وإيه اللي بيحصل هنا في السيناريو ده وإيه اللي بيحصل في السيناريو ده؟ والله أصل دي على حسب، أنا ما أقدرش أقول بصفة عامة كده، على حسب طبيعة الولد. يعني هم عنفوه مثلا أو البنت علشان هم قصروا؟ لو كانوا قصروا يستاهلوا العقاب يعني. لازم يحسوا إن باباهم زعل وان مامته مصفي. اهالي برضو بتفضل يعني تتحايل على عيالها عشان تهتم بمستقبلها وتوفر لهم كل سبل الراحه. لا، حقهم كاب وام ان هم يصعب عليهم لو حسوا فعلا ان الولد او البنت قصروا. لكن الكارثه ان يبقى دي القدرات مثلا الذهنيه بتاع ابنه او بنته، وابنه او بنته عامل اقصى ما عنده وانا اجي اعنفه.
هي ممكن دي قدرات وممكن نور حاجه ثانيه. مفيش اب وام هيشوفوا ان قدرات ابني او بنتي الذهنيه دي امكانياتهم، لا انا عارف ان هم عبقر. لا بس كل اب وام بيبقوا عارفين ابنهم قصر ولا لا، دي سهله جدا ان يعني قصر في مهمته غير قدراته عامله ازاي. بالظبط. بس اقصد هنا التعنيف، هو التعنيف ده مش ممكن يعني يبقى ليه تاثيرات سلبيه؟ لا انا مش عايز اعنف لدرجه ان انا مثلا امد ايدي عليه واطرده من البيت، اصل في ناس بتعمل كوارث. لا معلش انت كده بتضيعه وبتدمره، لا مش بكده خالص. يعني ايه نوع العقاب السوي اللي هو ما يكونش ليه تاثير نفسي على مثلا لو انا وعده ان انت لو جبت مجموع معين هجيب لك هديه، خلاص مش هيجيبها له، دي في حد ذاتها يعني اكيد هو يوم ما وعده بحاجه هو نفسه فيها قوي، فكفايه ان هو يتحرم من حاجه نفسه فيها. بس بقى الاهم بان انا اقعد اضيع وقت في العقاب وكده، ان انا اقعد يعني اخد دي فرصه ان انا اخطط معاه للي جاي. هو لو انا وعده بحاجه وما جبتهالوش دي هتاثر فيه، لو انا زعلت منه، لو شاف كل الناس اللي حواليه بتفرح، بس لو كان مقصر تفرق جامد قوي، كل اللي حواليه بيفرحوا والابهات فرحانين والامهات وباباه ومامته متضايقين او زعلانين، اكيد ده هيفرق فيه يعني جامد. وما جيش بقى انا برضو عشان معايا فلوس استسهل بقى واوديه جامعه خاصه وادخله حاجه. ليه ما الجامعات الخاصه مش وحشه برضه؟ لا مش موضوع وحشه، بس هو ممكن اساسا ما عندوش رغبه في ده. ما عندوش رغبه انه يدخل الكليه دي، والدليل على كده انه لا اجتهد ولا ذاكر لها، فجانا عشان بالفلوس ادخله غصب عنه واخليه يدرس حاجه. لا بغض النظر عن الماده، بس يعني حرام يعني. النقيض الناحيه الثانيه انه لو النتيجه جت مش ولا بد، وانا عارف ان ابني او بنتي كانوا مقصرين ما ادوش اللي عليهم قوي، وانا عادي ما يعني عديت الموضوع. لا مش لا دي عشوائيه اهمال قوي. احنا بنحب دايما في الصحه النفسيه الاعتدال والتوازن. لا تهمل قوي ولا تتزمت ده تاثيره قوي ان يبني يعني شخصيه غير مسؤوله، مش هيحس بالمسؤوليه. اعتقد ذلك يعني، مش في كل الحالات، لان هو ممكن في ناس ما عندهاش ميول قوي للتعليم للمذاكره، وخصوصا الولاد يعني بيبقوا اكتر من البنات يعني. بس هم بيكونوا شاطرين وهايلين في حاجات تانية يعني. اغلب الولاد اللي احنا بنشوفهم بيبقوا اكتر ميولهم للبيزنس، فتلاقيه هو مثلا في ثانويه عامه بس عامل مشروع، بس بيجيب فلوس من حته تانية، فده ما اقدرش اقول ان هو مش هيطلع مسؤول يعني. وعلى حسب برضو البيئه وعلى حسب، لكن لو هو مش مسؤول في كل جوانب شخصيته، لا ده هنا ده يعني الحاجه الوحيده اللي متمسكين بيها التعليم هتروح كمان، ده كده مش هيبقى طيب. يعني مش هيبقى مسؤول خالص. لازم اخد لازم اخد موقف معاه يعني. كويس. لازم اشد بقى. قلتي في اطار الكلام انه لو انا واعد ابني او بنتي بهديه معينه لو جابوا مجموع كويس مش هجيبها لهم لو ما جابوش المجموع ده، بس فيما قرات في بعض الدراسات برضو انه المكافاه الماديه مش افضل حاجه، لانها تعمل نوع من الارتباط بالماده، ان كل حاجه يبقى الطالب او الطالبه او الابن او البنت بيعملوها منتظرين المقابل المادي ليها، ايا كان المقابل المادي ده عامل ازاي. هو الاثنين مع بعض يعني، لو انا اب مقتدر وعايزه افرح ابني او بنتي اوريدي انا هعمل له الحاجه دي. يعني مثلا في اباء وامهات بيكون مقتدرين ماديا وحاطين في بالهم ان هم مثلا هيجيبوا عربيه لابنهم على دخول الجامعه. فهم معادينه بحاجه معينه، والولد اجتهد وعمل وربنا كرمه. ما فيش عربيات دلوقتي، فعامه اتمنى ما يكونش حد من الاباء والامهات وعد ولادهم بكده مثلا، فليه لا؟ يعني مش هتبقى حاجه وحشه يعني. هو مش معناها ان هو كل ما هيعمل حاجه عشان يعمل الحاجه لازم اوعده، لا مش معناها كده خالص. دي حاجه بتبقى زي هديه بس بتبقى في وقتها. بس في نقطه مهمه قوي بقى، الافراط مش حلو يعني. ما ينفعش حتى لو انا مقتدر قوي اجيب لابني مثلا اغلى حاجه. ليه بقى؟ بتفقده الاحساس بالقيمه بيفقد فرحه متع الحياه بدري، فبتسبب له بقى مشاكل كتيره بعد كده. ده طيب. ده موضوع تاني ممكن يعني نتكلم ده فيه موضوع في تاني خالص. فخلينا برضو في الوسط في المعتدل، مش على كل حاجه، لكن دي الثانويه العامه هو مر بيها مره سنه واحده في حياته يعني. طيب يعني ما بين السيناريوهين بتوع تصرف الاهالي اللي بيتطلب حكمه شديده، بس ايا كان رد الفعل محتاج يبقى موزون متوازن طبعا. وده اللي هيخليني اسال السؤال اللي طرحه الاستاذه رانيا طلعت، ازاي كاولياء امور نكون هادين لو لا قدر الله كان المجموع قليل؟ لانه برضو احساس الام مثلا اللي بذلت مجهود مع اولادها ودروس رايحه ودروس جايه واقعد ذاكر واقعد يذاكري ومش عارف ايه، فاحساسها انه في مجهود
اتبذل كبير جدا، وان بقى لها كذا شهر قافله على نفسها ومش قادره تتحرك عشان مركزه مع اولادها في المذاكره وبيستعدوا للامتحانات، ففجاه جت النتيجه بعد كل المجهود ده مش ولا بد، فساعات بيبقى رد فعل عنيف. ما تتعلقيش بهدف، انت عملتي مجهود، يمكن الكليه اللي انت كأم عايزاه يدخلها يمكن مش دي اللي فيها الخير ليه. صح. ما هو يا استاذ رامي، طالما انا ما اتعلقتش وطالما حطيت بدايل، مين قال اللي بيجيب مجاميع متوسطه هم فشله؟ ومين قال اللي بيجيب مجاميع قليله هم فشله واللي بيجيبوا مجاميع عاليه هم الناجحين؟ ده في ناس اثرت في العالم، احنا عايزين، يا ريتني كنت جبت، يعني في ناس اثرت في العالم كله، طلعت مبدعين ومبتكرين و و و، كانت مجاميعهم قليله جدا ويمكن عادوا وحاجات كده. طب انا اقول لحضرتك، المبدعين والمبتكرين اغلبهم بتكون درجاتهم وعلاماتهم الدراسيه مش ولا بد، يعني ما اكثر يعني الشخصيات الناجحه في مجالاتها اللي ما كانوش برضو من الناس اللي بتحب المذاكره. فنتيجه ممكن يطلع دكتور بس فاشل، وممكن يطلع يعني قول لي اي، ممكن يطلع ناجح ومؤثر جدا. فهو الام هنا هي لازم من جواها تكون راضيه، مش بس بتتظاهر قدام ابنها او بنتها ان احنا حبيبي هادين وبتاع، لا. طيب عندي سؤال مهم بقى، عشان داليا خليل ممنشنة كريم خليل، واضح ان هو اخوها. أيوة. فبتقول له ما اعتقدش ان انت محتاج الروشتة بتاعت الفقره دي. البلاي ستيشن مش مقصره معاك. هو البلاي ستيشن وكده حاجه بتشغل وقت، يعني مش ممكن تبقى مفيده في الوقت ده؟ الهوايات مهمه جدا، انا دايما اقول كمل يا كريم عادي مفيش مشكله. ايوه طبعا، طالما كريم عامل اللي عليه. اصل انا اقول لك حاجه برضو حضرتك يا استاذ رامي، اخطر حاجه في الدنيا الناس اللي بتقعد تذاكر طول الوقت، والناس اللي بتهمل المذاكره خالص. لا، احنا المفروض بندي وقت لكل حاجه. حتى وهم اثناء الدراسه في ثانويه عامه كنا بنقول له ادي وقت لمذاكرتك، بس اخرج برضو وشوف صحابك والعب بلاي ستيشن واعمل كل الحاجات دي علشان نفسيا ما تتعبش. فلو كريم عمل اللي عليه انا بحيي كريم طبعا. طيب جايلان الشاذلي بتقول بنتي بقت فاقده الشغف، وكل همها انها تنجح صافي بالرغم من توترها اللي بتحاول تخبيه ومش عارفه ازاي اتعامل معاها. اشغليها بقى، اشغليها وقعدي اتكلمي معاها في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده. يا ريتك تقعديها تعيدي الحلقه اللي قلناها اللي احنا اتكلمناها النهارده دي، تعيدها وتشوفها من تاني، هيفرق معاها قوي. لان هعيدها مليون مره يا جماعه، كل اب وام بيسمعونا، بلاش التعلق بالاهداف. اللي هو لو ما عملتش ده انا خلاص مش عايز اي حاجه تاني. هو بالظبط يا استاذ رامي عامل زي ايه؟ انا لو ما اتجوزتش دي انا مش هتجوز خالص. شوف بقى قارنهم ببعض كده، هي بالظبط دي. وياما ناس احنا يعني دكاتره في الجامعه وخرجنا اجيال، ياما ناس ما كانتش عايزه تدخل كليات معينه وكانت عايزه تدخل حاجات تانية، وبعد مرور الوقت اكتشفوا ان الكليه اللي دخلوها هي افضل حاجه ليهم. سبحان الله. بس دول اللي كانوا عاملين اللي عليهم. ياما ناس بقى ندمت كتير، دي ما كانتش عملت اللي عليها وقالت يا ريتنا بقى كنا ذاكرنا واهتمينا وبتاع. صح. طيب اسماء وجيه كاتبه تعليق بقى مختلف، بتقول انتظرني عشان هطلع من الاوائل واطلع معاك في البرنامج. والله يا اسماء والله برو. اعمليها وتنورينا، اعمليها وتنورينا. طب اقول لك حاجه، ده بوزيتيف ثينكينج، تفكير حتى ايجابي، حتى لو ما طلعتش من الاوائل طلعها معاك والله في البرنامج. والله لان هي ادت طاقه ايجابيه. صح. يعني هي ادت، بس المهم ان اسماء لو ما طلعتش بقى من الاوائل تفضل بالطاقه الايجابيه دي، وتيجي بقى تدينا البدايل بتاعتها، تقول لنا بقى ايه البدايل. طيب في بقى تعليق بس اهو، عشان ده بصراحة اللي محتاج اختم بيه. إيه لان هو ده الاكستريم. عبد الله عبد الله كاتب، انا كطالب والله لو جبت لا قدر الله مجموع وحش او دور تاني هنتحر والله. مجهز هنتحر ازاي لو ده حصل؟ يعني عبد الله بيفول على نفسه. دخليني بقى مش جوه دماغ عبد الله وبس. أيوة. محيط عبد الله، اصدقائه واسرته وكده، يتصرفوا ازاي مع حاله زي لو دي؟ لو حد من صحابه، اكيد صحابه عنده على الفيسبوك. انا بقول لو حد من صحابه اكيد شايف الكومنت ده دلوقتي لانه هيظهر عندهم، يكلموا اهله ويقولوا لهم. الاهل يلحقوا ابنهم يقعدوا معاه يشوفوا ايه الاسباب. ايوه يعملوا ايه؟ لازم يتكلموا ويشوفوا ايه السبب. ما هو الانتحار ده ليه اسباب كتيره قوي. انا لازم اقعد ليه؟ علشان انت مثلا احنا كنا مضايقين عليك، او احنا عايزينك تدخل كليه معينه، او علشان عايز تحقق حلم ابوك. وفي ناس من كتر ما بتتعلق بابوها وامها قوي مثلا، يبقى الاب كان نفسه يطلع مثلا يدخل كليه شرطه فما دخلهاش، فعايز يدخل ابنه، لو ابنه ما دخلش يحس ان هو ضيع حلم ابوه، فيبقى العيب في الاب.
ولا علشان يبقى معاك فلوس عايز تدخل حاجه مثلا، لازم يقعدوا يشوفوا ايه السبب، ولا انت عندك استعداد بتتلكك يعني، انت عندك استعداد من جواك مثلا للحاجات ان انت تنتحر او تعمل جريمه او الحاجات دي. بس في ناس ما عندها استعداد فبتتلكك على اي حاجه، يلا انا لو ما جبتش مجموعه انتحر، انا لو ما عمليش مش عارف انا هقتله، في ناس كده. فانا رايي ان اهله لو شايفين دلوقتي او اصحابه لا يتدخلوا، يقعدوا معاه ويشوفوا ايه السبب، ولو لقوا فعلا هو مش بيهزر وان ده حقيقي ياخدوه يودوه بقى عند حد مرشد نفسي او دكتور نفسي. بس على فكره هو التعليق مكتوب مش هزار، لا ياخدوه يعني بقى بصيغه جد، حتى من السمايليز اللي معموله وقلبه مكسور وبتاع، فواضح ان هو التعليق بجد عنده دكتور نفسي. لازم دكتور، لازم، لان اعتقد حاله زي كده ما بيبقاش عنده مساحه ان هو عايز يتكلم، بيبقى رافض ان هو مش يتكلم. مش عنده اصل هو لو عنده يعني لو دخل في المرض مش هيكتب، هو عنده البوادر، عنده الاستعداد لو هو بيتكلم بجد. الدكتور في دقيقتين هيقدر يعرف عبد الله يعني بيلعب بينا ولا بيتلكك، علشان عنده الاستعداد ان اي موقف سلبي يمر عليه يدخله في مشاكل يعني. فهيبقى اسهل لهم ان هم يودوه لدكتور، بس قبلها يقعدوا معاه هيقدروا برضو يقدروا يعرفوا. هيبقى معيش برضه دكتور رشا، هيودوه لدكتور ازاي؟ يعني لما يجي هو في حاله زي دي وعنده هذه الميول هيجي يقول له تعالى هنروح للدكتور، هيقول لا. ما هو اللي في حاله زي دي لو هو شعوره حقيقي، لو حقيقي هتلاقيه دلوقتي عادي قافل على نفسه منعزل، هتلاقي عنده اعراض هي اساسا مش مظبوطه. او لما يقعدوا معاه هيبدا بقى يطلع اللي جواه وهيبدا يعبر عن افكاره فيلحقوه، ما فيهاش مشكله. احنا بس مش عايزين، اصل احنا يعني ياما في عائلات استهونت بالحاجات اللي زي دي اللي قالوها عيالهم، حتى مش بس كتبوها على السوشيال ميديا، عبروا لهم عنهم عنها بالكلام، في زعلاية، في احتياج، في حاجة، وكانت النتيجة مش لطيفة. فاحنا بنقول ايه؟ الوقاية خير من العلاج. حتى لو هو مجرد تفكير بيجي على باله الدكتور برضه هيقدر يحدد، مش معناه ان هو ممكن محتاج أدوية، ممكن ما يكونش محتاج أدوية ولا حاجة، بس الدكتور هيعرف يعني يحجم المشاعر دي ان هي ما تتطورش معاه في المستقبل. لانه يا عبد الله ياما هيشوف هي دي حاجة، ياما هيقابل صدمات ويقابل مشاكل، امال بعد كده بقى لما يتجوز ويجيب ولاد هيعمل ايه بقى؟ يقتل عياله ومراته؟ عاوز بالله، عاوز بالله، مش مقصود. دكتور رشا الجندي استشاري الصحة النفسية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الروشتة، يا رب تبقى مفيدة لكل السادة المشاهدين ان شاء الله. شكرا لحضرتك، بشكرك شكرا جزيلا. ويعني يمكن الرسالة الأخيرة في الموضوع ده هو اللي احنا كنا بنقوله قبل كده وهنفضل نقوله دايما، امتحانات الثانوية عامة وكي أيا كانت النتيجة هي ليست حياة أو موت، هي اختبار واحد في رحلة الحياة اللي هتمر فيها باختبارات كتير جدا، وهنا مع كل اختبار هيبقى عندك اختيار، يا إما تقع وتقف وتكمل، يا إما تقع وما تقومش تاني فتفضل فاشل، يا إما لو حد بيفكر زي عبد الله ده نوع من الجبن، إن بيجي عند المرحلة اللي خايف وقلقان منها إن النتيجة تطلع مش زي ما هو عايز، فبالنسبة له أضعف شيء ممكن يعمله إيه؟ زي اللي عبد الله قاله، إنما القوي فعلا اللي هيتجاوز المحنة دي أو هيتجاوز الاختبار ده ويفكر في اللي بعده على طول. وزي ما دكتور رشا كانت بتقول، أولا ما تعلوش سقف قوي بتاع التوقعات، وفي نفس الوقت حطوا دائما خطط بديلة، خطة ب والخطة ج، تعرفش النتيجة ممكن تكون عاملة ازاي. ايا كانت النتيجة هي ليست نهاية الحياة، بل هي بداية لحياة جديدة تقدر ترسمها بنفسك، وان شاء الله وانت بترسمها لنفسك هتكون افضل. وتأكدوا ابدا كل ما الانسان بيبذل مجهود، لو متوقعين افضل نتيجة ما جاتش يبقى ربنا كاتب لكم الخير في طريق احسن انتم مش شايفينه دلوقتي، هتكتشفوه بعدين. نلتقي بعد الفاصل.